أرضنا عبارة عن شبر حضارة جنبه شبر ثقافة، هنفضل نحكي فيهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يلا بينا نعرف حكاية شارعنا النهاردة. شارعنا النهاردة باسم إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن قرية دقدوس مركز متغمر بمحافظة الدقهلية. بالمناسبة بيت جدي لأبويا كان البيت اللي جنب بيت الشيخ الشعراوي على طول رحمة الله عليهم جميعا، له شوارع ومدارس باسمه في معظم محافظات مصر، يعد من أبرز الشخصيات المعاصرة في الدعوة الإسلامية، كما يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث. كان وزير الأوقاف وشؤون الأزهر من 1976 إلى 1978. ساعده كتير إنه من خريج كلية اللغة العربية في تسهيل وتفسير معاني كلمات القرآن الكريم لفهمه العميق لقواعد اللغة العربية. يعد الشيخ الشعراوي أول من أصدر قرار وزاري بإنشاء بنك إسلامي في مصر، وهو بنك فيصل الإسلامي. تمتع الشيخ الشعراوي بقدرة فائقة على اكتساب أكبر عدد من مختلف الطوائف إلى محيطه الهادي، لأنه كان يهدف في بساطة شديدة إنه يرتقي بهؤلاء جميعا في مدراج الإيمان بالله. رحل عن عالمنا في هدوء في يونيو 1998 عن عمر 87 سنة، رحم الله الإمام العظيم. حكايتنا النهاردة خلصت، لكن لسه عندنا حكايات كتير بإذن الله تعالى. سلام.